محترمه جدا انه قد ايه وقتها انت كنت عايز تلعب اكتر وتشارك اكتر، وده طموح طبيعي يعني ومشروع، بس حاسس انك استعجلت شويه في انك تمشي من النادي الاهلي. يعني ممكن طبعا مع الوقت ومع مرور السنين، ممكن لما بقعد مع نفسي اكيد بقول ان انا استعجلت وكانت الخطوه دي ممكن ما اخدهاش بدري، لان انا اوريدي كنت صغير، واوريدي لما رحت اتكلمت مع الناس ان انا عايز اطلع اعاره، الناس اصلا استغربت جدا يعني، وكان بالنسبه لهم قرار مفاجئ ان انت يعني انت بناء على ايه بتقول ان انت عايز تطلع اعاره، انت لسه صغير، حتى لو دلوقتي ما بتشاركش سنه سنتين ثلاثه، انت لسه اصلا يعني محتاج تاخد خبرات ومحتاج تتعلم، وده كان كلامهم معايا. فانا ما كانش عندي ادنى شك ان انا ممكن ما ارجعش النادي تاني يعني، خلي بالك انا كان كل تفكيري ان انا اطلع سنه اشارك بشكل يعني بشكل كبير، واقدر العب الماتشات كلها في الدوري، اقدر اكتسب خبرات بحيث ان انا ارجع النادي تاني تبقى الامور بالنسبه لي ايه مختلفه تماما. اكيد لو كان رجع بيا الزمن كنت التفكير كان هيتغير شويه، لان انا ماشي من النادي كنت بنتكلم في 23 سنه 24 سنه صغير، لسه صغير طبعا يعني، كنت ممكن طبعا اكيد ما كنت مفكرش ان انا امشي في التوقيت ده، بس هو قرار وخدته. وبعد كده عشان كنت ارجع النادي تاني حصل بقى مشاكل كتير، وحصلت لما جزرت بورسعيد، وبعد كده ثوره، وبعد كده مشاكل كتير اصلا الكوره اتلخبطت في مصر. ومع ذلك يا كابتن الأمور يعني اتغيرت. 23 سنه و10 بطولات مع النادي الاهلي، هنتكلم عنها طبعا بالتفصيل وعن البطوله الاغلى والاقرب لقلبك واكيد افريقيا طبعا منهم، بس نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن محمد سمير.